جابنا هون جملة من الأمور اللي نعانوا منها. نعانوا من البيانات المتكررة اللي دائما تصدر وزارة المالية ووزارة الإسكان وتحذر فيها من التعامل مع الوسطاء. وخالق واوي دروه فماتي واوي المعية فماتي دروه به، كانوا قاعد يقدوا يقلعوا وما فاصل شيء. هم من يقول الوسيط والمزور معناه انهم لا قالوا المزورته، فهمت؟ وذاك الواو اللي داره فهم احنا فاطنين له ولا ما بس لا يحكموا عنه، فهمت؟ يقال نختار نقول لهم عنا ما انه مزورين وعنا ما نشتغلوا على اساس تزوير. هون حاصر فيه شمل الوسطاء والخبراء العقاريين، واللي خبراتنا ماشيه ادراج الرياح متعاليه، وزارتي الماليه والاسكان على تقبل منا اي خبره، حتى الورشات العاديه اللي يعدلوا يقصونا منهم، ما مستعدين نحضروا لهم من قريب ولا من بعيد. واحنا يلا عود هذا المجال مجالنا، لماذا تعود اتحاديه النقل اللي يخلق في النقل تسول عنه؟ لماذا يخلق اتحاديه الحوت اهل البحر صيد تقليدي اللي يخلق فيه يسولوا عنه؟ نحن ما نسول ما 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 عندنا علاقه به، واحنا اخبر منهم فيه. هون فيه وسطاء عقاريين اخبر من هذا الجيل اللي يشتغل حاله من الاداره في الوثائق وفي تاريخ اصداراتها منهم هم برؤوسهم اللي مجمعين في مالك. عدلنا واقفه اليوم دوروا عدلوا لفته على ياسر من المسائل نعانوا منه في هذا المشكل اللي قالوا العقار، ان هذا العقار مدان نطالبوا بانه مطالبين باصلاحه، واذا فاتوا عدلوا من اصلاحه كامل الا جانب الاصلاح. ما هو الاصلاح؟ نتيجه ذات نتيجه عدم خبرات الناس اللي شارفه عليه. احنا عندنا خبرات، يلا الاداره المعنيه بالاصلاح من تشاركنا في هذا الاصلاح، كان نقدر نصلحه، قدم لنا عدل الاصلاح لان يلحق مرحله معينه هو خاسر، اللي بدايته كانت ما يصالحه، هو ما هو بسوء نيه منهم لكن يا غير ما يعرفوا ذوته، دائما يشوف روايه يمشوا فيها في النهايه ما يقدر صح. والعقار نحن نعرفه، مطالبين منه انه يشاركوا فيه كل قطاع كامل، كل جهه كامله عاملينها في المجال، تعيط لهم وتتعاون معاهم في مجاله، واحنا هذا هو المطالبين به اليوم. عندنا يوسر من مسائل ثانيه نعانوا منها من الاداره ونعانوا منها من شمل التوصيفات، تتلصم عن الاداره ويتلصم عن المواطن. احنا ما يخالقنا، احنا ما لنا مزورين، احنا ما لنا جابين من المفهوم اللي يقولوا هم اللي الناس اللي تعدل شيء خاسر، نحن نعدل لا شيء صالح. ومصلحتنا لا شيء صالح، شيء خاسر مصلحتنا ما يبي ولا ندوره الا عاد فم واحدين، هي كل ماده ينجبروا فيها واحدين خاسرين، غير ما معناها على ان احنا نقبل بشريمه الواحد.